السلام عليكم متابعينا، كما عودناكم ان شاء الله خاوتي، عندنا كميه محدوده تاع خميره نواره. هاي باطا هكذا ب 35000، من 58000 راهي ب 35000، بقات لها شهر لاضات خاوتي، شهر بان ثبتوا خاوتي، بقات لها شهر ب 35000، من 58000. زيد ما كاين هاي البقره ما كانش ما كانش، زدنا جا الشاميه هاي دخلت خاوتي، هاي خدها نجي خاطري فات خلاص الناس سقساو عليها، انا جبنا منها الصغيره تاعها ثاني، هاي كاينه، جبنا حتى الكبيره ثاني اليوم، هاي ب 160 الكبيره اللي 3 كيلو خاوتي، هاي كاينه ثاني اللي هي خاوتي، هاي وريدي صح، وزدنا جبنا ثاني، جبنا المادلان هذه تاع الدير سي صوت، هذه راهي 25000 وكميه محدوده خاوتي، 25000 صابريني مدام، لا لا ها مدام مش هذه 25 وهذه 23، هذه 23 كندير 10000، هذه قلت 20 دير سي صولا، وهذه الايسير كندير 24000 دوك هي ب 17، راهي ب 17000. زيد وجبنا توجه هذه جيغازي، السلعه جيغازي راهي 23000، من 10000 دوك راهي 23000، ها مشروب ثمري بالبرتقال غازي، وراه مشروب ثمري غازي بالبرتقال 23 والفرد ب 40000، والغازوز تاع الامازون ها ثاني دخلنا فيه الرمان وفيه تشينا وفيه الكولا راه ب 20000 الفرد، وحتى لا داتي بعيده خاوتي، هذا حتى يفوت رمضان لي سامعني، هذا لا داتي هي 18 افريل حتى لافان تاع رمضان ب 20000 الفرد، وعندنا كميه خاوتي زيد، وهذه ثاني عندنا كميه، كاينه كميه ما تخلاش بربي ان شاء الله، انا نحطو بالشويبه. واش جبنا الاخر ثاني الباك، جبنا الباك هذا تاع الهوبن برو هذا، ها في هذا فيها تاع بروا ليتر وفيها قرعه جافيل تاع 2 لتر وفيها هذه تاع الماين لابيسال هذه 1.25، هكذا الباك كومبلي ب 50000، هكذا ب 50000 خالتي نورمالمون، هذا واش عندنا دركا حتى العشيه ان شاء الله خالتي، مرحبا بكم والسلام عليكم. هكا بشحال؟